بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا الفيزياء الاشعاعي. طيب الفيزياء الاشعاعيه هي عباره عن ايه؟ او ايه هو الاشعاع؟ قال لي انا عندي الاشعاع عباره عن التعريف الاساسي بتاعه ممكن اقول عباره عن طاقه، عباره عن انرجي. ليه؟ لان الاشعاع زي حضراتكم اللي اشتغل فيه او اللي يسمع عنه عباره عن له المقدره على الاختراق. يعني انا بستخدمه في المجالات سواء الصناعيه او الطبيه. الاشعاع بيقدر يخترق جسم انسان ويصوره لي في المجال الطبي، او يقدر ان هو الاشعاع يخترق التربه او الاسفلت في المجالات الصناعيه، ويقدر يقيس السكنس او السماكه بتاعت مين المنطقه او كثافه ايه طبقات معينه من الاسفلت او من الخرسانه او من الرمال، او يقدر يقيس لي يشوف لي الكراكس او الشروخ الموجوده في الايه في بعض الايه الصناعات زي البايب بتاع ايه انابيب البترول. فبالتالي زي ما قلت عندي ان الاشعاع عباره عن طاقه. هو طب ايه؟ هل هو الاشعاع كله طبقه واحده او صنف واحد ملوش مختلف؟ لا، الاشعاع اقدر اقول عليه عباره عن طاقه تنتج من حركه الالكترونات من مدارات لمدار اخرى، او طاقه تنتج من النويدات المشعه نتيجه لوجود خلل او عدم توازن في اعداد البروتونات والنيترونات. او نقدر، فبالتالي انا ممكن اصنف الاشعاع الى اكثر من تصنيف. ممكن اصنفه الى المصدر بتاع الاشعاع بتاعي، وممكن اصنفه الى النوعيه او نوع الاشعاع. هل هو ماتيريالز ماده لها كتله، ام هو ويفز اشعاع الكتروماجنتيك راديشن زي اشعه الضوء الطبيعي بتاعتي. وممكن اصنفه برضه على اساسات بتاعه الايه مقدره الاشعاع ده على التأين او غير التأين. فبالتالي انا عندي عشان ابدا اتكلم على الاشعاع لازم افهم ايه هي مصادر الاشعاع. قال لي اول مصدر من مصادر الاشعاع واهم مصدر هي الذره. لذلك احنا نبقى عندنا نوعين في اشعاع اسمه اشعه الكتروماجنتيك راديشن او اشعه كهرومغناطيسيه، او اشعه ناتجه من نوويه نيوكلير راديشن، اشعه ناتجه من ايه؟ من النواه. طيب التركيب الذري قبل ما اتكلم عليه، قال لي انا عندي عباره عن الذره تتكون من نواه بيدور حولها الالكترونات. بس عشان افهم الاشعاع نفسه اعرف اتكلم عليه واعرف ايه قيمته، سواء هل هو ضار او غير ضار، هل هو ان هو تاثيره على عليا كايه بالظبط، قال لي لازم اعرف حاجه اسمها الوحدات والكميات بتاعه الايه باي ماده. يعني ايه؟ يعني حضرتك انت رحت اشتريت 4 كيلو سكر وزميلك اشترى 200 جرام سكر، هل الكميتين دول هل هم متساويين؟ هتقول لي لا. ليه؟ لانك انت اوتوماتيك ترجم دماغك انه الكيلو قد 1000 جرام، فبالتالي الأربعة كيلو سكر كأنهم 4000 جرام، وهو زميلك اشترى 200 جرام، فبالتالي الأربعة أصبحت كأنها أكثر من ال 200 نظرا لأن الوحدة بتاعت الأربعة مختلفة عن وحدة ال 200. فبالتالي لازم أعرف حاجة اسمها الكوانتيتيز واليونتس فور أني مادة. زي قال لي أنا عندي أنواع معينة من الوحدات بالذات الفصول الفيزيائيه. قال لي انا عندي في نوعين او مقياسين بقيس بهم الوحدات. قال لي في حاجه اسمها المقياس البريطاني، وفي حاجه اسمها المقياس الايه الامريكي او الدولي. قال لي انا في المقياس الانترناشونال او الانترناشونال سيستم الدولي بقيس ايه؟ قال لي عندي 7 وحدات اساسيه في القياسات كلها. ايه هي؟ قال لي الطول، وده بقيسه بالمتر، وقال لي الكتلة بالكيلو جرام، الزمن بالثواني، درجة الحرارة بالكلفن، شدة التيار بالأمبير، كمية المادة السبستانس بالمول، وشدة الاستضاءة بالإيه؟ بالكندلز. طيب الوحدات دي بس الموجودة؟ يقول لي لا. قال لي باقي الوحدات اللي أنا أعرفها هي وحدات مشتقة. يعني لو أنا بتكلم على المقاومة هتبقى عبارة عن شدة التيار على فرق جهد، هتكلم على الكثافة هتقول لي كيلو جرام على حجم،
فكل الوحدات هتبقى كلها مشتقه من دي. بس قال لي ايه؟ قال لي لازم اركز انه لازم لما تكون عندي الوحده مثلا كطول، يبقى لازم القياس بتاعي متر. لو انا بقول عندي طول 120 سم، يقول لا دي عباره عن 1.2 ايه؟ ب 2 متر. وهيشرحها لنا الدكتور خالد بالنسبه للجزئيه بتاعت الاشعاع افضل طبعا. فبعد كده قال لي فعلا انا عندي برضه بعض الوحدات الموجوده زي عدد افوكادرو بنستخدمه في المجالات الطبيه، اللي هو بيديني عدد الذرات الموجوده في المول من الماده او من السائل بتاعي، او هو عدد الذرات الموجود في الوحده الجراميه من الماده. يعني انا عندي H2O اللي هو جزيء الماء، في 2 H وفي 1 اكسجين. لو انا قست الوزن بتاعهم هيبقى الوزن بتاعهم حوالي 18 وحده، ال 18 وحده او 18 جرام منها بيبقى فيه ايه؟ العدد الذري بتاع مين؟ عدد افوكادرو. سرعه الضوء سرعه مقدار ثابت اللي هو 3 في 10 اس 10 10 اس 8 متر على الثانيه. الشحنه الالكترون نفس الشيء، الكتله الحرجه وكلها. فدي عباره عن ايه؟ وحدات. انا دايما ابقى فاهم عشان قبل ما ادخل في اي مجال يبقى انا عارف الحاجه اللي بتكلم عنها. بيقول لي والله عندي مثلا 50 كيوري، ولا واحد بيقول لي عندي او 50 بكرل وعندي 3 كيوري. هبقى لازم اكون فاهم ايه هو الفرق بينهم عشان اعرف قيمه الاشعاع اللي انا شغال فيه ده ايه بالظبط. طبعا عندي برضه ثابت بلانك، ودي كلها ثوابت اساسيه في الايه؟ في المجال الفيزيائي عندي. طيب الذره ايه هي؟ الاساس بتاعي في الشغل بتاعي ده كله. قال لي الذره عباره عن ايه؟ الذره عباره عن نواه يدور حواليها الالكترون. طب مين اللي اكتشف الذره؟ قال لي اكتشف الذره مجموعه من العلماء، بدات بمجالات كثيره من ايام تومسون وراذرفورد وغيرهم. عملوا تجارب عباره عن جاب اشعه زي اشعه الفا اللي احنا بنستخدمها. ومررها على شريحة رقيقة من الذهب. الشريحة الرقيقة من الذهب دي السمك بتاعها بالمايكروميتر، تمام؟ فمرت واستقبل الأشعة اللي مر من خلال الشريحة دي، استقبلها على لوح فوتوغرافي زي اللوح اللي بنستخدمه في المجالات الطبية. فاللوح الفوتوغرافي ده بعد ما حمضه وجد انه في انحرافات لأشعة ألفا لما حصل المرور بتاعها. فده بين له انه ايه؟ قال والله معناها الانحراف بتاع الفا والفا ليها شحنه موجبه، معناها ان هي التقت بشحنه موجبه اخرى ادت لايه؟ لانحراف، وحصل فيها تنافر بين الشحنتين. وبتدور وفي بعض الشحنات حصل فيها الارتداد نتيجه لاصطدامها بشحنه اخرى سالبه او عكس. فوصف عمل راذرفورد الذره عباره عن نواه بيدور حولها الايه؟ الالكترون. النواه نفسها بتتكون من ايه؟ قال لي بتتكون من جسيمين اساسيين عندي، جسيم اسمه البروتون وجسيم اسمه النيترون. الاثنين متشابهين في الكتله، يعني متشابهين متقاربين في الكتله بتاعتهم، لكن يختلفوا في ايه؟ يختلفوا في الشحنه. فالبروتون ليه شحنه موجبه، في حين النيترون ملهوش ايه؟ ملهوش شحنه او متعادل الشحنه. في الوصف بتاع الذره بتاعتي الناس اللي وصفتها قالت لك قال لك الذره برضه فيها ايه؟ فيها الالكترونات اللي بتدور حواليها دي عباره عن ايه؟ عباره عن جسيمات ليها كتله صغيره لكن ليها شحنه سالبه متشابهه او بنفس مقدار شحنه البروتون الموجوده داخل النواه. فعشان كده لما جو يوصفوها قالوا قال له الذره دي عباره عن متعادله الشحنه، يعني شحناتها الموجبه تساوي عدد الشحنات السالبه، فبالتالي ما بيظهرش ليها ككتله او ككيان مستقل اي ايه؟ تاثير شحني سواء موجب او ايه؟ او سالب، لانه في التوتال ايه؟ هي متعادله الشحنه. اكتشفوا برضه وراحوا قالوا ايه؟ قالوا انه عدد البروتونات يساوي عدد الالكترونات. وده يمثل عندي عدد البروتونات وعدد الالكترونات يمثلوا مين؟ يمثلوا العدد الذري للذره. يعني ايه؟ يعني انا اقدر اقول والله محمد مثلا ايه الوصف بتاعه؟ سنه 17 سنه، احمد سنه 23 سنه. الذرات زي كده ليها عدد ذري يصفها، بس ما فيش مقارنه بينها. يعني ايه؟ ما فيش ذره ليها نفس العدد الذري. يعني لو انا بقول الهيدروجين ليه عدد ذري مقدار واحد،
والكربون ليه 6، يبقى اي ذره في الكون ليها عدد الذري بتاعها 6 اوتوماتيك انا هسميها كربون. ليها عدد ذري 1 يبقى هيدروجين. يبقى العدد الذري شيء يميز مين؟ يميز الذره وبتسمى على اسم. طيب وبتسمى على اسم. طيب هل الاعداد بتاع البروتونات والنيترونات متساوي؟ يعني قلنا احنا عدد البروتونات يساوي مين؟ عدد البروتونات يساوي عدد مين؟ عدد الالكترونات. لكن هل داخل النواة عدد البروتونات يساوي عدد النيترونات؟ قال لي لا، مش ملزمة. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون متساوي، ممكن يكون اقل، وممكن يكون اكتر. ولذلك الفرق في الاعداد بتاعت البروتون والنيترون داخل الذرة او داخل نواة الذرة ده هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي انه العدد ده يحدث منه خلل، يؤدي الى انتاج مين؟ انتاج اشعة. زي اشعة مين؟ اشعة الفا او اشعة بيتا. زي ما عرفنا العدد الذري، بنقول التعريف الثاني في الذرة هو العدد الكتلي. ايه اللي ليه وزن في الذرة؟ قال لي الذرة فيها بروتونات وفيها نيترونات وبيدور حولها الالكترونات. قال لي بس ايه؟ وزن البروتون مقارنة بوزن النيترون متساويين. لكن البروتون او النيترون لما هقارنه بوزن الالكترون لا، في فرق. يعني ايه؟ قال لي وجدوا ان وزن الالكترون يمثل 1/1834 ايه من وزن ذره، من وزن الايه البروتون او النيترون. فبالتالي قال لك ايه؟ فعلشان كده بنعمل ايه؟ بيقول لك عشان كده بنعتبر انه الالكترون بنتجاهل الوزن بتاعه. فبالتالي لما نيجي نتكلم على العدد الكتلي هقول ايه؟ هقول العدد الكتلي عباره عن مين؟ عباره عن عدد البروتونات زائد النيترونات داخل نواه الذره، هم اللي يمثلون كتله الذره. طيب هل زي ما احنا قلنا في الاول جزء العدد الذري يمثل عدد الذرات الموجودة أو عدد البروتونات الموجودة داخل النواة، تمام؟ أو داخل أو عدد الإلكترونات خارج النواة. قلنا إن العدد الذري عبارة عن بصمة للعنصر، يعني ما فيش عنصر هيبقى فيه نفس العدد بتاع مين؟ عدد الإيه؟ الذري. طب العدد الكتلي اللي هو يمثل عدد البروتونات والنيترونات، قال لي لا، العدد الكتلي ممكن يوجد فيه عناصر متشابهه في العدد الكتلي وهم المختلفين. يعني انا ممكن يكون عندي الكربون فيه 6 بروتون وفيه 7 نيترون اللي هو كربون 13، هنلاقي فيه النيتروجين فيه 7 بروتون و6 نيترون اللي هو نفس الشيء، العدد الكتلي متساوي. فبالتالي العدد الكتلي لا يميز العناصر، لكن العدد الذري هيميز لي ايه؟ العناصر. يبقى العدد الذري اللي هو عدد البروتونات او عدد الالكترونات، اما العدد الكتلي فهو عدد البروتونات زائد عدد الايه؟ النيترونات. هنا بيقول لي طبعا عدد افوكادو زي ما قلنا عباره عن عدد الذرات الموجوده في الجرام المولي، يعني زي اثر عند الكربون عند جزيء الماء اللي هو في 2 اتش فيهم 2 بروتون زائد 1 كربون اكسجين في 16 8 بروتون 8 نيترون كلهم على بعضهم في 18 جرام. يعني قال لي ال 18 جرام من الميه هيبقى في عدد ايه؟ ذرات ايه؟ افوكادرو، عدد ثابت. الالكترونات والبروتونات والنيترونات، قلنا الالكترونات والبروتونات الاثنين متساويين في الشحنه بس يختلفوا في ايه؟ متساويين في مقدار الشحنه، لكن يختلفوا في ايه؟ في الشحنه نفسها، دي موجبه في البروتون والايه؟ والالكترون سالبه. طب ايه يعني الريست انرجي؟
طبعا النيترون ملوش ايه، ملوش شحنه او متعادل الشحنه. قال لي الريست انرجي، قال لي عباره عن ايه؟ عباره عن الطاقه اللازمه عشان يقدر الكترون يسيب الذره او بروتون او نيترون يترك الذره، يعني عشان خاطر حد منهم يقدر يسيب الذره او يفقد مكانه داخل الذره محتاج طاقه قد ايه؟ قال لي الالكترون محتاج طاقه مقدارها 511، حرف الام زي ما احنا مش راح نعرفوه اللي هو معناها ميجا، والالكترون فولت ده عباره عن ايه؟ عباره عن الطاقه بتاعت مين اللي بنحسب بيها طاقات الايه؟ الالكترون. طيب بالتالي الالكترون محتاج حوالي يعني 511 من 1000 ميجا، يعني تقريبا 511 ألف الكترون فولت، يعني نص مليون الكترون فولت. طيب طب البروتون، لا قد البروتون محتاج 938 مليون الكترون فولت، 938 مليون. النيترون نفس القيمه تقريبا 939 مليون. يبقى شوف الالكترون محتاج نص مليون بس الباقي محتاج كام؟ محتاج كميه تقريبا كديها 1800 مره، 938 مليون الكترون. ده معناه ايه؟ معناه ان الذره ممكن يحدث لها تفقد الكترون، تمام؟ في الحاله دي هنسميها ايه؟ الذره المؤينه، الذره المؤينه. طيب لما تفقد الالكترون ده هتكون محتاجه الطاقه اللي هي كام؟ 511 الف الكترون فولت. لو اكتسبتها يبقى الالكترون هيسيب الذره وايه؟ ويهرب. لكن عشان ذره تفقد بروتون او تفقد نيترون محتاج طاقه مقدارها 938 مليون الكترون فولت. بالتالي انه البروتون والنيترون موجودين فين اصلا؟ مكانهم موجودين في داخل النواه، لكن الالكترون بيدور حوالين النواه، تمام؟ فبالتالي انه لو انا عندي النواه عشان تفقد احد مكوناتها اللي هو سواء بروتون او نيترون محتاج طاقه بالملايين من الالكترون فولت. فبالتالي الطاقه الناتجه لو انا عندي نواه اليورانيوم وانتجت منها طاقه كهربائيه هتطلع لي طاقات عاليه جدا. لذلك شوف الكميه البسيطه من القنبله النوويه اللي ضربوها على هيروشيما وناجازاكي حدث منها شوف ملايين الانفجارات وملايين الناس اللي اصيبت وقتلت، تمام؟ فبالتالي يبقى العناصر الداخليه للنواه عشان يحصل لها عمليه تفقد بروتون او نيترون محتاجه طاقات بالملايين وحينتج عنها طاقات عاليه، فبالتالي عندي الطاقات الناتجه من النواه زي اشعه جاما او بيت او بيتا او اشعه الفا كلها عندها المقدره تخترق الاسفلت او تخترق الخرسانه او تخترق جسم الانسان وتصور لي الاعضاء الداخليه فيه، يبقى دي كلها الطاقات اللي حصل عنها. طب لكن الالكترون، قال لي الالكترون لو اخذ الطاقه البسيطه اللي احنا شايفينها بسيطه بس هي برضه ليها مقدار عالي هينتج عنها انه تتحول الذره الى ايه؟ الى ايون. كلمه ايون كان عندي انا عندي الذره عباره عن نواه وبيدور حواليها الالكترونات في مدارات و موجود في المدارات دي عباره عن مين؟ عباره عن البروتونات، عباره عن الالكترونات. فعشان الكترون يسيب مكانه ويمشي محتاج ايه؟ محتاج طاقه 511. طب لو هو اخذ الطاقه دي هيحصل ايه؟ هيحصل ان الالكترون يمشي كده يهرب ويبقى يتولد عنه فراغ هولز داخل حوالين النواه، حيث انه بما ان احنا من شويه قايلين ان عدد البروتونات الموجوده داخل النواه يساوي عدد الالكترونات، فبالتالي لما يقل عدد الالكترونات بمقدار واحد هيتحول الى ايه؟ هيتحول الالكترون الذره تحتي هتتحول الى عدد بروتونات اكثر بمقدار واحد بشحنه موجبه زياده بالمقدار واحد،
يبقى الذرة تتحول إلى إيه؟ إلى ذرة أيون سالب. أيون إيه؟ أيون موجب. يبقى تتحول الذرة عندي إلى إيه؟ إلى أيون موجب. يبقى بالتالي التأين عبارة عن إيه؟ التأين إن أنا عندي الذرة اللي هي متعادلة كهربائياً نتيجة لوجود عدد بروتونات مساوي لعدد النيترونات، ده هيؤدي إلى إنه لو بيحصل عملية التأين إن أي مصدر خارجي سواء عن طريق إشعاع أو أي مصدر من مصادر الطاقة لما تصطدم بالذرة ويهرب الإلكترون تتحول عدد الإلكترونات أقل من عدد البروتونات، فبالتالي ده يؤدي إلى مين؟ ده يؤدي إلى إن عدد إن الذرة تتحول إلى أيون إيه؟ أيون سالب. طيب أيون موجب. فبالتالي أنا أقدر زي ما قلت أنا عندي العدد الذري هو عبارة عن عدد البروتونات أو عدد الإلكترونات. طيب قلنا إنه العدد الذري ده زي البصمة، يعني لو أنا عندي عنصر اتغير العدد الذري بتاعه، أوكي هيتغير نفس العنصر نفسه ليتحول إلى عنصر إيه؟ جديد. فبالتالي عندي إيه؟ ذرة زي الكوبالت 60 أهو بكتب، اقدر اكتبها كرموز اي عنصر، اقول والله انا رمز العنصر مثلا اكس، هقول من تحت اكتب العدد الذري بتاعه، ومن فوق الاتوميك نمبر او العدد الكتلي بتاعه، اقدر عن طريق الشكل ده كده احدد اقول ايه، اقول انا عندي العناصر الموجوده زي عنصر زي الكوبالت 16، اقول في 27 60، ال 27 تمثل ايه؟ ال 27 تمثل لي العدد الذري لماده الكوبالت، العدد الذري لذره الكوبالت هو 27، يعني ايه؟ يعني ذره الكوبالت موجود يدور حواليها في الالكترونات 27 الكترون، وايه ثاني؟ وذره الكوبالت موجود بداخل هذه الذره عدد 27 بروتون. طب ايه ال 60 دي؟ قال لي ال 60 دي تمثل لي الاتوميك ماس او العدد الكتلي اللي هو يمثل مين؟ يمثل عدد البروتونات زائد عدد النيترونات، يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا ذره زي كده زي الكوبالت 60 فيها حواليها مدارات اربع مدارات و عدد الالكترونات الموجود بداخلها كام؟ 27 الكترون حواليها، يبقى فيها 27 بروتون والكترون طب وايه تاني؟ وفيها ال 60 دي تمثل مين؟ تمثل لي عدد البروتونات زائد عدد النيترونات، معناها ان عدد النيترونات الموجوده في الكوبالت 60 كان كام؟ عباره عن 33 نيترون. طيب هل ينفع في عنصر ثاني يكون عنده 27 بروتون؟ قال لي لا. ليه؟ لانه عدد البروتونات ثابت ما يتغيرش، لو حصل ليه تغير هيحدث ايه؟ هيحدث في التوقيت ده انه تتحول المادة إلى عنصر جديد. طيب لكن هل عدد 60 أو 33 نيترون دول هيتغيروا أو يتبددوا؟ حتى لو تغيروا في وجود ال 27 يبقى معناها نفس العنصر بس تغير فيه العدد الكتلي. فبالتالي قال لي إيه؟ قال لي طب ما انا بدام انا عندي ال 27 ثابته، يعني ايه؟ قال لي معناها انك انت اول ما تشوف اي عنصر من غير ما تشوف اسمه لقيت مكتوب قدامه رقم 27 اوتوماتيك انت فهمت ان هو مين؟ ان هو كوبالت. جميل. طيب لو كان العدد ده كام؟ اتغير، يبقى هيتغير العنصر. طب هل ال 60 دي هتتغير او؟ قال لي ال 60 دي اللي هي تمثل العدد الكتلي ممكن تتغير، ممكن تبقى 61، ممكن تبقى 62، تمام؟
هتختلف باختلاف العدد الكتلي بتاعه. فبالتالي طب ما انا جالي كده ممكن احذف كلمه 27 واكتب قصادها مين؟ اكتب قصادها كام؟ السي او الكوبالت يمثل لي اللي هو ال 27. حلو. طب ال 60 اقدر احذفها؟ يقول لي لا ما تقدرش تحذفها. طب ليه؟ قال لي عشان لو انا عشان تحذفها معناها ايه؟ معناها انك انت هتغير النوع، لانه ممكن ال 60 دي تمثل لي عدد الكتل للماده، فبالتالي لما اكتب سي او 60 يبقى انا اوتوماتيك كلمه سي او 60 معناها سي او معناها ان انا عندي العدد الذري بتاعي 27 خلاص انا عارفه، 60 تمثل لي العدد الكتلي اللي هو يمثل 27 ناقص 60، 60 ناقص 27 يمثل لي 33 نيترون، يبقى اوتوماتيك عرفت انه ده الكوبالت 60. السيزيوم كذلك 137، السيزيوم يمثل لي 55 عدد ذري، وال 137 يمثل لي التوتال بتاع مين؟ البروتونات والايه؟ والنيترونات. يبقى بالتالي انا اقدر اكتب ايه؟ اقدر احدد العدد الكتل بتاعي، تمام؟ اقدر احدده عن طريق ايه؟ عن طريق مجموع العناصر بتاعت البروتونات والايه؟ والنيترونات. جميل. فبالتالي ظهر لي حاجه اسمها الايه؟ النظائر الايه؟ خلاص بس خلي الجوال. تمام يا شباب. سوري في حصل انقطع، انا اسف. تمام. فبالتالي انا اقدر احسب ايه؟ اقول والله انا عندي التركيب كده بالذري لازم يكون عندي موجود ايه؟ العدد الكتلي والعدد الذري، وعرفت العدد الذري الفرق بينه وبين العدد الكتلي ايه هو، وان العدد الذري عباره عن بصمه من بصمات الايه؟ النظير الايه؟ المشع. ظهر عندي شيء مهم بنستفيد منه احنا وبنستخدمه في المجالات بتاعتنا في العمل، اللي هو النظائر او الايزوتوب. قال لي النظائر دي عباره عن ايه؟ عباره عن النظائر عباره عن عدد من او التشابه لعنصر واحد، يكون عندي عنصر واحد ليه اكثر من اخ توأم. يعني زي الهيدروجين يمكن عندي فيها هيدروجين، في ديتيريوم، في التيتيريوم، دي كلها متشابهه لكن لنفس العنصر، يعني زي ايه؟ التوائم. فبالتالي قال لي ايه الفرق بين العنصر والنظير بتاعه؟ قال لي النظير العنصر والنظير الاثنين متشابهين في مين؟ في العدد الذري. يبقى العدد الذري بتاعه ايه؟ متشابه، لكن يختلفوا في مين؟ يختلفوا في العدد الكتلي. يختلفوا في ايه؟ في العدد الكتلي. فبالتالي هم نفس النظير، سواء هيدروجين سواء سيزيوم سواء كوبالت، كلها نفس العنصر لكن تختلف في مين؟ يختلف في العدد الكتلي. طيب عندي اوجه كثيره للنظائر، زي عندي زي النظير بتاع السيزيوم 137، عندي النظير بتاع الكوبالت 60، عندي النظير بتاع الهيدروجين، وكلها غالبا النظائر بتاعتها بتكون فيها اختلاف في عدد النيترونات والبروتونات، يؤدي ان هي بتطلع لي ايه؟
طلع لي ايه اشعاع عندي اللي انا بنستخدمه في الايه في المجالات بتاعتنا. طيب بالتالي بيوصف لي هنا الطريقه بتاعت ازاي شرح الاشعاع بتاعي اللي هو ازاي اكتشفوا او شافوا الذرة. قال لي والله بداية كان بدأت بمين؟ بعمل الحاج رذرفورد، وشرح لنا عن طريق التجربة بتاعته، شرح والله ازاي ايه بينتج مني ايه الإشعاع بتاعي اللي هو عبارة عن الذرة عبارة عن نواة بتدور حوالين الإلكترونات وليها إيه مدارات مختلفة. جاء واحد اسمه بور ده شرحها لنا بتفصيل أكتر، راح جاب لي عدد المدارات اللي حوالين الإلكترونات وقال لي دي عبارة عن عدد المدارات دي عبارة عن كام؟ عبارة عن السلام سبع عليكم. مدارات اللي هي الكي ال الام ال ان ال او ال بي ال كيو، سبع مدارات. برضه شرحوا هو وعمنا واحد اسمه الحاج بلانك، الاثنين ده كله شرحوا لي. قالوا اه، قالوا كمان مش كل المدارات بتملأ بنفس العدد، تمام؟ قالوا اه، قال لك انه المدار الاول بيملأ باثنين الكترون، المدار الثاني يملأ بثمانيه، وهكذا لغايه لما يوصل ل 32 ايه الكترون في كل ايه في كل مدار. فهل المدارات دي الالكترونات الموجودة هنا عندي المدارات دي هل هي الالكترونات حرة الحركة بين مدار ومدار ولا تعمل قال لي المدارات دي الالكترونات تقدر تدور في المدار نفسه، لكن عشان تنتقل لمدار اخر محتاجه مقدار من الطاقه، محتاجه مقدار من الطاقه كام؟ مقدار من الطاقة يساوي الفرق بين ايه؟ بين المدارين. طيب فبالتالي اكتشفوا ان حركة الالكترون من مدار الى مدار اعلى قد تؤدي عندما رجوع الى مداره الاصلي تطلع الاشعاع اللي بنسميها اشعة مين؟ اشعة اكس. فبالتالي عندي اول اشعاع هيطلع عندي اللي هو اشعة النووية الناتجة من النواة اللي هي من حركة بروتونات ونيترونات. النوع الثاني هتبقى أشعة نتيجة لحركة الإلكترون من مدار لمدار آخر اللي بنسميها أشعة مين؟ أشعة إكس أو أشعة الإيه؟ الكاركترستيك إكس راي أو الأشعة المميزة. طيب فقال لي أنا عندي الإلكترون طبعا هنا لما بيتحرك حوالين النواة بيبقى كحركة دائرية حوالين النواة، في أكثر من قوة بتؤثر عليه، أكثر من قوة تؤثر عليه. إيه أول قوة؟ قال لي أول قوة تؤثر على الإلكترون اللي بيدور حوالين النواة هي قوة الجذب، لأن أنا عندي النواة فيها شحنات موجبة، فبالتالي تؤثر على الإلكترون بإيه؟ بقوة جذب من الشحنة الموجبة. طب إيه القوة الثانية؟ قال لي القوة الثانية اللي هتؤدي إن هو ما يقعش في داخل النواة نتيجة للجذب هي قوة الطرد المركزية الناتجة من حركة الإلكترون حوالين النواة. فبالتالي قوة الطرد تحاول تبعد الإلكترون وقوة الجذب تحاول تقرب الإلكترون، فبالتالي يصبح الإلكترون مستمر بيتحرك في المدارات بتاعته بإيه بطريقة إيه ثابتة. طيب فبالتالي لما يعوز يتحرك إلكترون، لو تحرك إلكترون أخذ مقدار من الطاقة وتصعد إلى مدار أعلى منه، ما يلبس انه يحصل له ايه؟ يحصل له انه هو يرجع الى مداره الاصلي ويفقد هذه الطاقه اللي اكتسبها، يفقدها في صوره اشعه بنسميها اشعه اكس راي، اللي هي بتساوي ايه؟ الفرق بين ايه؟ بين طاقتي المدار الاول والمدار الثاني. فبالتالي اشعه اكس راي اللي احنا ممكن نستخدمها في المجالات الطبيه او المجالات الصناعيه بتمثل ايه؟ بتمثل عندي
الفرق بين ايه؟ بين طاقة المدار الأعلى ناقص طاقة المدار ايه؟ الأقل. طيب فبالتالي عمنا رذر اسمه ده عمنا الحاج دي برولي اكتشف اكتشاف ان هو الطاقات دي طبعا دي الفرق القوة الأساسية اللي بتحرك الإلكترون اللي هي قوة الطرد المركزية، وهنا قوة الجذب الناتجة من القوة الكولومية اللي هو نتيجة لجذب الشحنات الموجبة والشحنات السالبة اللي هي بتساوي مقدار شحنة الأول البروتونات في عددها ضرب شحنة الإلكترون تقسيم مربع المسافة بينهم اللي هي الآر دي أهي الجزئية دي، هتساوي كلها مقدار القوة بتاعت مين؟ مقدار القوة بتاعت مين بتاعت الطرد الإيه المركزية. طيب ومنها اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا انه القوة اللازمة عشان يتحرك الالكترون من الجراوند ستيت او من مدار من مكان لمكان اخر اللي هي بتساوي 13.6 الكترون فولت، بنقسمها على عدد المدارات بتاعتي سواء ان واحد او اثنين او ثلاثة، يديني مين؟ يديني القوة اللي ايه اللي محتاجها بالايه بين فرق المدارين. طيب طبعا بور ورذرفورد واسمه ده ودي برولي وكذا من اكثر من عالم بداوا يكتشفوا انه لا ده مش بيدور في المدار نفسه، لا ده في اكثر من اعداد او اماكن بيدور فيها داخل المدار نفسه، سموها اعداد الكم الرئيسيه وعدد الكم الفرعي وعدد الكم المغناطيسي وعدد الكم المغزلي، وكلهم بيصفوا لي حركه الالكترون حوالين مين؟ حوالين النواه. طبعا هنا الاعداد الكم الرئيسيه اللي هي بنسميها ان اللي هي بتبقى الرموز بتاعتها الكي والال والام والان والاو والبي والكيو، العدد الكم الفرعي بيكون فيها عباره عن العدد الكم الرئيسي ناقص واحد، بعد كده العدد الكم الفرعي ده عباره عن عندي في اعداد كم فرعيه اللي هي بنسميها اس وبي والدي والاف، الاس فيه ياخذ عدد 2 الكترون، البي ياخذ 6 الكترون، الدي ياخذ 10 الكترون، الاف ياخذ 14 الكترون، وبرضه كذلك وصفوا لي حاجه اسمها الاطياف، عارف يعمل لي الاستراكشر بتاع الاتوميك نمبر بتاع اني ذرات، منها قدر يعرف لي ايه التصفيه بتاعتي او الاطياف بتاعت مين الذرات عندي. ده الجزئيه كده البسيطه اللي هي النظريه ازاي ايه تكوين الذره. فانا اقدر بعد كده بعد ما عرفت تكوين الذره وعرفت النظائر اقدر اقول اه ده انا ممكن يكون عندي انواع الاشعاعات اللي هتطلع عباره عن يا اما اشعاعات اقسمها عن طريق الصفه بتاعتها ككتلات، الكتله بتاعتي اللي هي بارتكلز اشعاع كتلي او لي ذره لي وزن كتلي اللي هي بنسميها ايه؟ زي الالكترونات او البيزيترون او الفا او بيتا، تمام؟ او اشعاع ملوش كتله اللي هو بنسميه ويفز او موجات زي الموجات الكهرومغناطيسية، زي إشعاع الضوء الطبيعي الموجود قدامنا، أشعة الراديو، أشعة الميكروويف، أشعة السينية أو أشعة جاما. فالفرق بين الإشعة الجسيمية والأشعة الموجية إن ده ليه كتلة زي بيتا وزي ألفا، والأشعة الموجية ملهوش كتلة زي أشعة إكس راي وأشعة مين وأشعة جاما. الأشعة الكهرومغناطيسية أو الإلكترومغنتيك راديشن عبارة عن موجات، كلمة كهرومغناطيسية عشان بسهولة نفهمها عبارة عن الموجات التي لا تتأثر ب بالجسيمات بالمجال الكهربي أو تتأثر بالمجال المغناطيسي. بيبقى من مميزات الأشعة الكهرومغناطيسية عبارة عن أن لها طول موجي ولها تردد ولها إيه ولها طاقة. الموجات اللي ليها طول موج كبير بيبقى الطاقة بتاعتها والتردد بتاعها قليل، يبقى علاقة عكسية بين الطول الموجي والايه والطاقة والتردد، واللي يكون ليه طول موج قصير لا ليه العكس ليه طاقة وليه تردد أعلى. فبالتالي الموجات زي موجات الراديو طول الموج بتاعها كبير بالأمتار وكيلو مترات، الطاقة بتاعتها ضعيفة جدا وبالتالي ما تقدرش تخترق عندي جسم الإنسان ولا تؤثر عليه. موجات زي أشعة إكس راي وأشعة جاما الطول الموجي بتاعها بالمايكروميتر ينتج عنها طاقات عالية، تقدر الطاقة دي تخترق جسم الإنسان حسب إيه طاقتها.
هنا التصنيف بتاعي عن طريق الطول الموجي وعن طريق الفريكوانسي التردد، الموجات اللي لها الطول الموجي 10 اس 15 زي الراديو ويف يعني 10 اس 15 متر، شوف التردد بتاعها الفريكوانسي 10 اس سالب كذا 10 اس 2 3 في 10 اس 2، في حين اللي يكون له طول موجي قصير جدا زي جاما لي 10 اس سالب 6 نلاقي الطول التردد بتاعها 10 اس موجه ب 23. فده بيؤدي ان اشعه جاما واشعه اكس راي بيكون ليهم طاقه عاليه نتيجه لمين؟ نتيجه للتردد، نتيجه للطول الموجي القصير والتردد بتاعها الايه العالي. الموجات اللي هي طول موجي طويل جدا وتردد قصير جدا قليل جدا ينتج عنها ان هي تكون الطاقه بتاعتها او طاقه البنتريت او الاختراق بتاعتها ضعيف. ده التصنيف بتاع ده بتاعت الطول الموجي بتاع الضوء الطبيعي، ده اللي نتج عنه ايه انواع الطول الموجي، وده الايه التردد اللي شغال ايه بيه. فبالتالي انا عندي الطول الموجي او الاشعاع الكهرومغناطيسي او الكتروماجنتيك راديشن زي اكس راي وجاما راي لما بيتعامل مع الماده بيتعامل معاها على انه موجه، فبالتالي بتكون الطاقه بتاعته عباره عن ثابت اسمه ثابت بلانك اتش ثابت بلانك مضروب في التردد في النيو بتاعي التردد بتاع الطول الموجي، اللي ممكن اشيل النيو عباره عن السرعه الطول التردد عباره عن سرعه على الطول الموجي، فبالتالي سرعه الضوء على الطول الموجي لان الموجات كلها بتتحرك بسرعه الضوء، فبالتالي ممكن اقول الطاقه بتاعت اي الكتروماجنتيك راديشن عباره عن ثابت بلانك في سرعه الضوء على الايه الطول الموجي. طبعا انا عندي الترددات والموجات الحسبه بتاعتي لما انا بحسب الاكس راي بتاعت الاكس راي بقول عباره عن ايه بتتفاعل بحسبها بالكيلو الكترون فولت. انا بقول انه الالكترون فولت عباره عن هو الطاقه او مقدار اللي بنقيس بيه الطاقه الوحده بتاعتي، لما بنحسبه ب الطول الموجي او نحسبه في الطاقه بتاعت الموجات اسمها التشخيصي الاشعه التشخيصيه بنحسبها بالكيلو الكترون فولت. النوع الثاني من الاشعه انا قلت النوع الاول اللي هو المايكرو الكترومغنتيك راديشن او الموجات زي اكس راي والجاما راي. النوع الثاني هو عباره عن بارتكلز زي الجسيمات اللي هو بيكون ليه كتله زي الالكترونات اللي ليها كتله، او زي اشعه جسيمات الفا اللي ليها كتله 2 بروتون 2 نيوترون، فدول بيكون لهم كتله تؤثر تؤدي الى ايه؟ ان هي مشعه زي ايه؟ زي اشعه ايه؟ بيتا. طيب جسيمات بيتا بنستخدمها طبعا في العلاج وبنستخدمها عندنا في المجالات الصناعيه برضه كذلك. ده التقسيم الاولاني. طب التقسيم الثاني للاشعاع اقسمه ازاي؟ ممكن اقسمه على هيئه الاشعاع مقدرته على التأين. ايه التأين اللي انا شرحته في اول محاضره؟ مش قلت ان الالكترون لو ساب الذره بتاعتي تتحول الى ايون موجب لما يتركها، فمين يقدر يخليه يسيب الذره؟ يقدر لما يكون الاشعاع عنده المقدره على هذا التأين، فبالتالي بنسميه ايه؟ ايونايزنج راديشن، يعني الاشعاع ده عنده المقدره على التأين. النون ايونايزنج راديشن ان هو ما عندوش المقدره على التأين، فبالتالي بيكون عندي مين؟ نفصل بين الاشعاع زي اشعه الضوء الطبيعي دي بنسميها نون ايونايزنج راديشن، يعني اشعه الضوء الطبيعي زي اشعه الشمس. انها ما تقدرش على انها تعمل عمليه تأين لمين؟ للذرات الموجوده في جسم الايه؟ في جسم الانسان. لكن اشعه زي اكس راي لا تقدر. اشعه زي اكس راي ايه؟ تقدر. طب او اقدر اصنف التصنيف الثالث اقول اه ده الاشعه المؤينه والغير مؤينه. لو مؤينه اقدر اصنفها تصنيف اخر اقول اه هل هي تصنيف تقدر تأيين مباشر؟ يعني ايه تأيين مباشر؟ يعني كل الشعاع المؤين ده له شحنه، له شحنه سواء موجبه او سواء سالبه، تمام؟ تأيين غير مباشر اللي هو بيكون ملهوش شحنه زي اشعه جاما واشعه اكس راي ملهاش شحنه او كتله، لكن تقدر لما تصطدم مع الكترون ان تعمل عمليه تأيين ايه؟ غير مباشر. الجهد، كلمه الجهد التأيين اللي هو الطاقه اللازمه عشان يحدث التأيين. احنا قلنا انه كل ذره بيدور حواليها الالكترونات في مدارات مختلفه بيكون كل الكترون محتاج طاقه يختلف عن الالكترون الاخر، فبدنا نسميه ايه؟ جهد التأين المطلوب.
هل في اي سؤال يا شباب في الشرح ماذا؟ سواء ما جزئيه الشرح ماذا دي. في اي سؤال؟ نلتقي ان شاء الله كده بعد الساعه 5:05 ان شاء الله، عشان ايه؟ بعد ما نصلي المغرب اللي يكون قريبين من المغرب بتاعنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.